مساء الخير. لطالما شاهدنا في الأفلام والروايات عن أعمال بلطجة وإجرام ومتاجرة بأجساد النساء تستخدم فيها كل الوسائل والأساليب الدنيئة. شاهدنا، صدقنا، لم نصدق، أقفلنا الشاشة، ربما ما رأيناه هو من نسج الخيال، ولكن ما كشفناه في برنامج الفساد عن قضية متصلة بالآداب وبمكتب الآداب يدفعنا إلى الهروب نحو خيال الأفلام علّه أقل وطأة من الواقع. بلطجة، تعذيب، استغلال فتيات فقيرات وقاصرات للعمل في الدعارة والخضوع لسيطرة شخص استطاع أن يؤمن حماية جرائمه من المخولين حماية أمن الآداب في لبنان. لم يجد القضاء في دفن رفات جنين قرب منزل مشبوه جرما فأخلي سبيل جمال العلي، ولم تجد وزارة الداخلية في وقائع بينتها المحامية بشرى الخليل عن تواطؤ مكتب حماية الأداب لتوقيف أميرة لبابيدي ظلما وتعسفا لأنها لجأت إلى برنامج الفساد وروت تفاصيل جرائم حاصلة وتم التثبت منها. هل سأل تحقيق الداخلية كيف أقدم المدعي العام على سجن أميرة وعلى إخلاء سبيل العلي وماذا تبلغ من مكتب حماية الأداب لاتخاذ أمر التوقيف أو الإخلاء؟ كل ذلك لا يهم التحقيق، تحقيق أي تحقيق في مفتشية الداخلية. نحن عرضنا ونعرض عليهم هذه البينات حول رمي الظلم على الناس وعلى سيدة حامل في شهرها الخامس، وهم يقولون إن أميرة هي من أصحاب السوابق. نعم، إنها من الذين تعرضوا للظلم أكثر من مرة. لم ينتهي الموضوع لأن جمال العلي بقي حرا طليقا، وإذ به يبتكر أساليب جديدة لإخضاع الفتيات سيتحدث عنها الليلة محمد وجيه. سنتابع هذا الملف كاشفين للرأي العام كيف يتعاطى قضاة بصفتهم مدعين عامين مع ملفات من هذا النوع متكلين على ذمة رجال الشرطة، أو يأخذون القرارات بناء لطلب من هنا وآخر من هناك، وهذا صدقا عيب وحرام. وقد آن أوان الصحوة من بحر فساد في القضاء لابد أن تجرف أمواجه، جالسين على أقواس باعوا ضمائرهم من أجل موقع أو حفنة من المال. ولا يسعنا بعد كل هذه المعلومات التي نكتشفها، نوثقها ونكشفها، إلا أن نعلن تضامننا الكامل مع غالبية المساجين في كل سجون لبنان، لأننا نشعر حجم الظلم الواقع عليهم، طالما أن الفساد مستشر في الأمن والقضاء. وسنسأل الليلة عن تخفيض مدة سنة السجن إلى 9 أشهر ومصير هذا القانون الذي ينتظره المساجين بفارغ الصبر. سنعرج على أوضاع السجون في رومي ونظارة قصر بعبدة، كاشفين هناك فظائع ضد الإنسانية وضد النساء، سائلين متى ينفذ صبر اللبنانيين فيثور، ولكن ضد أي نظام وضد أي حاكم. حلقة الليلة فيها تفاصيل عديدة. ضيوف الحلقة الأساسيين المحامية بشرى الخليل والعميد المتقاعد المحامي الدكتور أمين صليبة. ولكن قبل أن نستقبل ضيوفنا وأن نعرض ما لدينا من تحقيقات ومن مواضيع، بدنا نبدأ الحلقة بمتابعة للملف الحدث، الملف الحياتي الحدث اللي هو ملف البنزين، بوقفة مع نائب أصحاب محطات المحروقات. مساء الخير مختار. مساء الخير. حبينا أنه نتابع الموضوع، كنا تابعناه كمان الأسبوع الماضي. اليوم على أساس أنه اطمنوا اللبنانيين إن شاء الله أنه القرار يوقع غدا وبيكون في بنزين بالسوق. يعني هذا نحن شيء كان المطلوبنا، حتى ما كنا نربك حالنا ونرتبك اصحاب المحطات والمستهلك كلنا سوا، كنا نفضي لو انه طلع من قبل ماشي، ولا لم تتاخر فابتدئ. هلا نحن وصلنا لهان، ونشكر اول شيء فخامه الرئيس اللي كان متريس شوي، كان على اساس انه خلوها لوزاره جديده باعتبار بضل هلا الجدول اللي طلع بيعطون. هلا بسبب هالارباك اللي صار وهالتشابك بالاراء وبالصلاحيات،
صرنا وقعنا بالتايم ما بين 3000 وما بين 5000. هلا نحن بنشكر الكل، ما بدنا نقول يعني، بنشكر فخامة الرئيس اول شيء اللي رجع اليوم. يا ريت ما بنشكر حدا هيك عن جد بصراحه، لانه مين بدنا نشكر ونحن قاعدين ناطرين قدام ترامب؟ يعني بعد ناقص اللبنانيين كانوا انه يقعدوا ينطروا بالطوابير ويتذكروا ايام الحرب. بس احنا بنشكر اللي انقذنا هلا، انه هيدا انقاذ صار معلوم، انه ما هي هن الوجبات. كان في مشكل لا بتفيناش نهرب منه، هلا انقذونا. يعني شيخ سعد ماضي من 11 يوم او 20 ايام، ونايلة والست ريا الحسن ومعالي الوزيرة مرابطة من الأخصيص، ومعالي الوزير عامل قراره من قبل، لكن هذا يتنفذ ولكن هذا يتنفذ فبخير بمشكل كبير. يعني ما فينا طيب هلا يعني ندخل خلصنا فيه. هلا هي نحن أزمة انتهت ولا نشكر شو؟ الكل هذا واجباتنا نحكي باللي صار. هلا نتمنى من معالي الوزير الحمد لله على سلامته، وان شاء الله يكون اجى بالسلامه، وعلى بكره يوقع لنا جدول تركيب الاسعار حتى هيدا الجدول لجمعة مزبوط، وبعدين جمعة بعدين هلا ليوقع لنا هالجدول ونشوف كيف بده يطلع، وعلى اساسه نحن صرنا نتمنى علي انه كل اسبوع ما بدنا نعمل مشكل لا مع هن. اذا الشركات قول لهم حق اعطوهم هن يا خيي، واذا ما قالوش حق بتقول لهم ما لهمش حق، وصرح لنا وقلنا بنوقف حده بنوقف حد الحق. نحن ما فينا مؤسساتنا تضررت، نحن من وقت ما قالوا بدهم يرخصوا 3600 ليره و5000 ليره انربك، صار في ارباك فظيع عند المحطات. هيدا لو ببلد ثاني صار هيك، يعني انه هيدا الشيء هين بفكره، مش هين يا حبيبتي. انت بتعرف شو صار في اصحاب المحطات؟ اضطربت بيوتهم، كل واحد عنده ستوكات. نحن لو ما صار هيك ستوك اللي عندنا كان بيهديكم 10 ايام 7 ايام 10 ايام كنتوا ما بتفرق معكم، صار في مفاوضات مع بعض. يعني هلا المطلوب انه تثبيت السعر لحتى مش الجمعه. رح نكفي لك الكلمتين، معلش اسمحي لي. هلا نحن هالموضوع هذا اللي صار صار، وانك لم تتاخر فابتدئ، هذا اللي بدنا نحكيه. هلا نطلب نتمنى من معالي الوزير ومن الشركات عدم ارباكنا مره ثانيه، لانه هي الشيء اللي صار عندنا هذا لا يجوز. عند غيرنا كان صار خراب بيوت، قامت خربت الدنيا على الطرقات. بقى نحن ما بدنا نزل الناس ولا بدنا نزل المسالك ولا نزل اصحاب المحطات، نحن تضررنا. هلا اللي تضررنا شو بدنا نعمل؟ بدنا منه هلا من غير شر يمضي لنا هالجدول على بكره، خلينا تتفتت شوي ويعملوا طريقه متداوله مثل ما كانوا عم يعملوها صار لهم 10 سنين. كيف كانوا عم يعملوا؟ كل اسبوع نعم يجوا يعملوا هالجدول يمضوا كل اربع اسابيع. بس كان في مده وقت اللي ارتفع سعر برميل النفط تثبتت الضريبه. هلا نحن اللي عم نطلبه هلا نقصوا لنا هال 5000، كتر خيرهم ممنونين، بس هلا هال 5000 بده يرجع يزيد مقابلهم 20000 كمان. ليش؟ لانه برميل البترول قلت مرة الماضية بده يصير ب 100 دولار، صار يضحكوا الناس كانت ب 50 55، هلا صار 106. هلا انا رح اقول لكم مش رح انا افزعكم، بس عم لكم اذا بقت الحاله هيك بالدول العربيه ومنتجين النفط 200 دولار بده يصير برميل. اوكي هلا قديش يصير صارت البنزين ساعتها؟ ما حدا بيتحملها، واليوم قالوا انه اذا صار ما حدا بيتحملها. اوكي نحن بنطلب منهم يثبتوا لنا سعر للمستهلك ولاصحاب المحطات. ليش؟ اول شيء صعب بس ما فيهم يثبتوا اذا كان عم بيلعب السعر العالمي. لا هل هذا عم يرتفع؟ لا لا بيثبتوا بخفضوا الضريبة على حد. لا خبرك كيف؟ نعم كل عمرها الضريبة تخضع لسلم متحرك والسوق كان مثبت السعر. ليش؟ كان مثبت سعرنا ب 22800 اوكي؟ بقينا 3 سنين 4 سنين وصل البرميل لل 140 وضل 22 فاذا معنا هلا بعدنا ربحانين الدوله. اذا كان هاي كان في قرار وقتها باي سنه؟ من 2003 وجر. هلا هن بال 37 و32 هلا رح يصيروا لل 22 في 10000 او 8000 مش هيك؟ بعدها ربحان الدوله فيها. تخسر ما بتخسر شو بعرفني انا، بس بعرف المستهلك ونحن وقت بتصفي هيك بثبتوا السعر انا ارتحت، صرت بحط ستوكات لا سمح الله صار عندك شيء امني او شيء مثل ما صار في هلا تشابك بصلاحيات وقصص وطويله عريضه كذا،
كنت انا ضليت 10 ايام اعطيك 8 ايام ما بتفرق معك شيء، وعم بامن هلا زباني معي خبر. هلا في محطات اخترب بيتي، فلت بنيتها من عندي، ليش؟ لانه معلش سكيت. اوكي، هلا نحن عم نطلب اذا بدهم يكفوا بعدين يجربوا انه يثبتوا هالسعر للناس لفتره معينه ليشوفوا شو بده يصير برا، لانه نحن خاطئين لبرا. اوكي، وبعدين يعني حتى يستقر الناس وصير فيها تحط استوكيتي، انا برايي لازم يثبتوا السعر. شو بعد في عندكم مطالب؟ يعني ما رح نطول معك مختار، اليوم كل النهار يمكن قاعدين عم تشتغلوا على الموضوع، ولكن انه يعني شو بعد في عندكم مطالب كمان؟ شو بعد فيكم تقولوا للناس؟ لا لا لا، وهل لا لا انه بكره دغري اذا مضى القرار دغري المحطات رح يصير عندها بنزين؟ لا يعني هذا اللي الناس بدها تعرفه. نحن كنا نتمنى كمان انه يصير في تعديل مثل ما عدلوا للناس هلقنيه. نحن كاصحاب محطات كان المفروض نتاخذ بعين الاعتبار ويجوا. نحن كنا طالبين منه وحاكين فيها القصه انه نحن عم ناخذ 300 400 ليره على تنك المازوت، هلا لا يجوز على تنك البنزين مازوت. يعني قال 2% 1% مش عم يعطونا، بس ما في دعم كان، ما في شيء، مش عاطينا شيء. هلا الدعم 3000 ليره على تنك، شيلوا اعتمادوا على غير مطرح للمباط، على اللمباط، على اللمباط. دعم المازوت ما في دعم هلا على المازوت؟ هلا لا، ايمتى شالوا الاعتماد؟ يمكن اشتروا في لمباط لو وزعوهم للناس، ما بعرف شو. اللمباط اللي توزعوا على الناس هن من اعتماد المازوت؟ هاي ما حدا هيك ما بعرف، مش منه يعني، هيدا برسم او في شيء غيره، لانه جابوا لمباط وعم بوزعوهم بيبيعوهم. وين عم بوزعوهم؟ عم بوزعوهم على البيوت، كل البيوت، كل الناس. مش مهم يشكروا على هالموضوع. عاد هلا نحن اللي عم نقوله، صاحب المحطه اللي بده يجي يجيب لك تنكه مازوت ليربح فيها 300 ليره، حقها 27000، كيف؟ بيرع غيري 1500 ليره مازوت، رسميلي انا قديش صار؟ طالع فايده مصريني؟ لا، نحن بنتمنى على بده يريح السوق ويصير يستمر بطريقه منيحه ومرتاحه لحتى نضل نخدم هالشعب. بده يعدلنا الجعاله، لانه جزء منها، لان احنا جعلتنا 10% عم ناخذها ل 4%. هل يعقل؟ هلا والمازوت وعدت برضه. هلا بس نحن اذا بزدنا بس لانه 400 ليره مثل ما خفض بها 400 ليره على البنزين، ما بدنا اكثر من هيك، نحن بيطلع لنا 2700، بيكونوا ناقصين 900 ما بدنا شيء هلا. بصير طيب. 2000 ليره ان شاء الله انه يوصل صوتك. هذا نحن قايلين له عنه، وانتم اكيد بتمنى عليه ياخذوا بعين الاعتبار وبس. اوكي، يعني نحن بنطمن الناس، هذا اللي كنا بدنا اياه، انه بنطمن الناس بمجرد قرار يمضي الوزير بكره المحطات فيها بنزين وما يتلفوا على المحطات مضى ويعملوا عشان مضى فخامه الرئيس. نعم. مضى الرئيس حرير ومضته بنزين. نعم. بعد في علامه. طيب انا بشكرك مختار، على امل انه تنفرج هالازمه، لانه مش ناقصنا ازمات بلبنان. شكرا لك يا سيتي، مشكور كل أعزائي واحد المشاهد. نعم، دخل بهالموضوع. اعزائي المشاهدين، بعد هالوقفه الاعلانيه رح نستقبل المحاميه بشرى الخليل والعميد امين صليبه ونتابع حلقتنا. منبلش معكم الحلقة إذا جاز التعبير مش منتبعها، لأنه توقفنا بموضوع البنزين، ويمكن منضل نحن يعني يكون عنا أزمات طارئة، اللي هي ما لازم أبدا تكون أي أزمة، موضوع عادي جدا بيتحول عنا لأزمة. موضوع حلقتنا، يمكن اللي بيحضروا البرنامج كانوا تابعوا ملف أو قضية إنسانية بامتياز تطوعت لها المحاميه بشرى الخليل، رح نستقبلها. اهلا وسهلا فيك استاذه بشرى. وحنستقبل معنا ايضا العميد امين صليبه، واستضافته بتحمل او هو صاحب اختصاص بيحمل وجهين. اول شيء هو عنده علاقه بالامن الداخلي، رئيس هيئه اركان اسبق في الامن الداخلي، وهو ايضا عميد متقاعد ومحامي دكتور ومحاضر في الجامعه اللبنانيه. اهلا وسهلا فيك. فيك التحية، تسلمي. رح نتوقف عند هالقضيه، يمكن البعض بيقولوا انه شو هالقضيه، بس لا، هي قضيه انسانيه بامتياز، قضيه فيها اهمال كثير كبير، كان في اهمال كثير كبير بالتحقيق اللي اجري بوزاره الداخليه. رح نبلش باول الموضوع
وما في اي توقيت. اذا حدا هلا بده يقول انه في توقيت لاستهداف وزاره الداخليه، ما في اي توقيت. في حدث فرض حاله، في ضحايا عم يجوا لعنا معذبين مهشمين مجروحين بصوت، وفي في في تمادي بالاهمال، لانه وردنا تقرير من وزاره الداخليه عن التحقيق اللي اجري بقضيه اميره لبيبيدي مع مكتب حمايه الاداب. رح خلي الاستاذه بشرى الخليل تحكي عنه، وقبل خلينا نذكر شوي بالقضيه ونشوف هالتقرير قبل ما نرجع نبحث الموضوع. قبل ما لحين جهوز التقرير استاذه بشرى، انت قريتي التقرير اللي وردنا اليوم من وزاره الداخليه حول التحقيقات، هل بتلاقي انه هيدا تقرير على مستوى المعلومات، على مستوى الجهد اللي انت عملتيه، اللي هي كانت قضيه انطلقت من حاله فرديه ولكنها هي قضيه كبيره وفي حالات اخرى مثلها، وهذه الحاله هي عينه، ووصلنا يمكن قعدنا كثير انا وياك ناقشنا بالموضوع، يمكن هذه القضيه تصنف تحت عنوان جرم الاتجار بالبشر اذا جاز التعبير، عم بتاجروا بالبشر. يعني باختصار بنات من شمال لبنان فقيرات ومن عكار بجبون على طريق الزواج، بتزوجون بجبون على لبنان، بيشغلون بالدعارة وبيرجعوا بيصورون عاريات وبيبعتوا صورهم عند أهلهم تيخافوا يرجعوا لعند أهلهم وتيخافوا يعترضوا على اللي عم بيصير معهم. وهيدا يمكن ما بعرف افظع من ان يعني افظع شيء ممكن يرتكب بحق الانسان بهالزمن اللي نحن عايشين فيه وبهالوطن اللي نحن عايشين فيه. خلينا نشوف التقرير ونرجع من الحوار. هو اسمه جمال عبد الكريم العلي. هو سوري ولا لبناني؟ هو لبناني من الشمال من وادي خالد. إنه جمال عبد الكريم العلي، فتح ملفه سابقاً حين كشفت أميرة اللبابيدي تورطه في عالم الدعارة وفي مقتل جنين ودفنه. كان في بنت عنده وروح لها، قتلها الجنين ودفنه قدام الباب عنده. وأنا بنظري وهددني، قال لي إذا بتحكي بدي أوصك. كل مرة بحب جوزي كرمال ياخدني وقال لي إنه بدك تشتغلي عندي. شو بدك تشتغلي؟ بدي أشتغل عنده دعارة. له 6 سنين انه بيشاغل. واليوم بعد أميرة اللبابيدي جاء آخر، هو محمد وجيه الذي ضرب وكاد يموت كي لا يشارك في البرنامج. جمال تلفل لي اول امبارح الساعة 1:15. ايه وينك يا محمد؟ العب دورة. لا بدي العب طبعا شيء على الدورة؟ العب دورة. طيب يلا انا جاي لعندك. ايه ما في مشكلة. طيب خلينا نتفاهم انا وياك على كل شيء. يلا اخذونا على مارينا، هو وثلاث شباب. شباب زعران قطع لي جسمي. فهل يكسر محمد وجيه الطوق وياتي ليعرض في الفساد ما تعرض له؟ اما تشوف على عند غدا عيد، اما انت تملكني تاخذك تشرحوني ماشي الحال. روح تشك وين ما بدك واعمل شو ما بدك، انت مالك شو مطالع مع غدا عيد. انا شكيت اليوم ورايح اسجل يوم الجمعه علني مباشره. اذا سالوني وين بقول لهم كنت عم مشي طلب بنت او شيء. يعني محمد اجى على الاستوديو، كان عنده الشجاعه وكان يعني يمكن بمطرح انا ما بدي برقه من اي يمكن تهمه توجه اليه. نحن ما بدنا نبرق اي حدا، ولكن عم نقول هل يجوز هذه المشاهد اللي شفناها؟ هل يجوز هذا الوضع؟ هل انه اللي بده يكسر الطوق ويحكي الحقيقه بده ينعمل في هيك؟ ولو كان يمكن عم بغلط بمطرح وبده يتوب وبده يحكي الحقيقه هيك بصير فيه. محمد اجى وقال قبل ما اجى وهذا شيء مؤثر، انه لو ما عرف انه انتم مسجلين لي قبل كانوا قتلوني. خلينا نسمع لمحمد قبل ما كمان نرجع لعند ضيوفنا. محمد مساء الخير. مساء النور مدام غادة. محمد انت لجأت للبرنامج وانت على الهواء، شو بدك تقول وليش صار معك هيك وليه ضربت؟ انا جمال العلي كنت شغال معه، وقفونا في جونيا انا واربع بنات تحرية جونيا. شو كنت بتشتغل معه جمال؟ انا كنت شغال معه بودي البنات، بوصل البنات. نعم. على الاماكن، على الاوتيل في جونيا هون. نعم. لان كان ليا مسار عنده كان بدي اخذها. نعم. جمال العلي توقفت انا واربع بنات وانا جنب البحر. نعم. في جونيا
خلى دعاء عباس تعترف ان أميرة اللبابيدي ومحمد عبيد جابوا لها الدواء، وقال لها قول ان محمد العبيد هو اللي دفن الجنين. هذا اول معلومه غلط، لان اللي دفن الجنين خيه اسمه محمد العلي، واللي ادى الحبوب للبنت وليد العلي. نعم. بامر من جمال العلي طلعونا على مغفر حباش، يعني هناك الضيافه كتير حلوه احلى من الخمس نجوم. جمال العلي الساعه 2 بالليل حكاني، قال لي محمد بدي ادفع عنك 4000 دولار عشان تطلع. قلت له ليش بدك تدفع 4000 دولار؟ 4000 دولار لتطلع من مكتب حمايه الاداب؟ ايه، من حمايه مكتب مغفر الاداب في حباش. لمين دفع المبلغ؟ هو بينه وبين رشار خضير شغل. مين رشار خضير؟ تبع المحقق، تبع مغفر الاداب. محقق بمكتب الاداب؟ مكتب الاداب. نعم. طلعوني الساعه 2 بالليل، دوفوني دخان، شربت قهوه، ما حكيتش ولا كلمه. فعلا ثاني يوم طلعت من مغفر الاداب. قبل ما اطلع من مغفر الاداب قال لي محمد بدنا نعمل لك تحليل مخدرات، اذا عندك مخدرات، اذا بتاخذ مخدرات من اللي في البيت عندي قل لي، بدفع 1000 دولار زياده وبعدين بنطلعك ثاني يوم. نعم. او لو كنت بتاخذ حشيش من اخواتي قل لي. قلت له يا خي انا ما بتعطاش، حلل لي مخدرات. فعلا حللوا لي مخدرات. الساعه 4 بالدقيقه طلعت انا وابن عمه من مغفر حبيش. هيدي نقطه مغفر حبيش خلصنا منها. طب ليش يعني طلعك ودفع عنك 4000 دولار؟ هذا جمال العلي حكى معي، قال يعني مدام غادة انا طلعت ثاني يوم، يعني 4000 دولار طلعوني ثاني يوم. هو دائما هيك بيعمل بهالشكل يعني بيطلعوا انا مملوك في، انا مملوك في قضيه دعاره، كيف بدي اطلع بعد يوم واحد؟ يعني انا كلامي بمستندات مغفر حباش وفي ومظبوط عندكم، وانا جبت لكم كل المستندات اللي تثبت كلامي. صحيح. طيب ليش انضربت؟ يعني يمكن عم تحكي لنا شيء سابق، بس ليش ضربك جمال العلي بهالشكل وجيت لعنا بهالحاله؟ جمال العلي ليش ضربني؟ انا ما عاد بدي بطل وما عاد بدي اشتغل في المخدرات. جمال العلي بده يمشيني في طريق مخدرات. نعم. وبده يمشيني هو وحسين ملحم، هذا المرشد للجيش، بده يمشيني فلوس مزوره. كيف مرشد؟ مخبر يعني لمخابرات الجيش؟ نعم. هو بيقول لي انا مخبر فعلا. نعم. حسين ملحم طلع ثلاث بنات بعد ما طلعت، بعد ما طلع جمال العلي ب 10 ايام اتوقفوا ثلاث بنات. طلعهم جمال حسين ملحم في يومين من مغفر حباش. برضه المحقق هو رشار خضير. هو اللي كان ملك القضيه رشار خضير. نعم. حسين ملحم بيشتغل مع الجيش ومفهم الجيش ان جمال العلي مرشد له. وبيشتغل معه في تزوير المصاري. البنت اللي عندها طلب ب 200 دولار بيديها 50 دولار بتردها للزبون. يعني طريقة كتير حلوة في تهريب، في تصريف الفلوس المزورة. مخدرات اللي بيشتغلوا فيها بيدوا للبنات مخدرات، سجاير مصورين أنا وأنا بلف سجاير. هذا نعم. الدليل اللي ملكونه علي، بس أنا ما كنتش بلف مخدرات. أنا في شيخ في الحمرة اسمه الشيخ فهد، هاي الشيخ فهد بيشرب هاي حاجة اسمها مرمرية. نعم. في لبنان بيسمها قويسة. هاي جمال بيروح يبيع حاله على أساس مخدرات. أنا ما بدي أمشي في الطريق ده، انا مش عايز امشي في الطريق ده. رفضت تكفي تشتغل معهم بهذا الطريق؟ انا مش رفضت، انا كنت فاضل مع جمال عشان بنت اسمها دعاء عباس، كان بدي اطلعها واتوبها واخدها واروح على بلدي. جمال العلي استغلني كل يوم والتاني ياخد منه مصاري. جمال العلي دمرني، صار لي 7 سنين هون، بدي اروح بلدي اقول لاهلي ايه؟ اذا في دوله هون فيك يا لبنان هتجيب لي حقي، جيب لي حقي. انا صار لي شهرين بنام على الدوره، صار لي شهرين مرمي في كل الطرق، ما فيش شاب مصري، وجبت لحضرتك تسجيلات، ما فيش شيء. هيدي المشاهد ضربك عندما جيتنا الاسبوع الماضي بهيدا الشكل عم ينعرضوا على الهواء، تفضل تابع. يا مدام غاده انا. نعم. بدي اسال في سؤال واحد لسجن بعبده. نعم. من اي حق ان جمال العلي يطلع البنات بالليل يمارس زعاره معهم؟ بس من نظاره سجن من بعبده؟ من نظاره، من سرايه، من حبس بعبده. هذا اول سؤال. هو بيطلع لهونيك وقت البيزنس؟ كان محبوس ايامها مع البنات، كان محبوس مع البنات. كيف بده؟ ما هو سجن نساء. هو في نساء ورجال جنبه يا مدام غاده. نظاره يعني، نظاره قصر العالم. الاثنين جنب بعض. نعم. الاثنين جنب بعض. النظاره هي مش السجن. كيف جمال، لا في النظاره اي في بعبده. كيف جمال العلي كيف يطلع يعني؟ يطلع انا بدي اسالك كيف؟ البنت اما طلعت هيدي بنت ديانا عبدين قالت لي، قالت لي يا محمد كان بيطلعنا كل يوم يمارس معنا دعاره ويدينا للعساكر، شاب اسمه بلال وشاب ثاني مش ذاكر اسمه. مين بلال؟ هو يعني بالحرس؟ ايه هو الحرس اللي بالليل. هذا انا واحد من الناس صرفت على جمال العلي 2000 دولار
بين الرشاوي بين خمس كروت التليفون كل يوم على الله. كيف بيرشيهم بكروت التليفون للدرج؟ كل يوم خمس كروت، انا اللي كنت ببعتهم لهم، انا اللي كنت ببعتهم. هي بس تقضى على الكروت التليفون يعني؟ هي غير الرشاوي شغال، وغير البنات اللي بيودها لهم، وغير انان الويسكي اللي بياخدوها. انا كنت شغال، انا كنت انا عارف جمال العالي كيف بيجيب دوريات، كيف بيكمش العالم. كيف بكمش العالم؟ هذا يوم أميرة اللبابيدي. بس في سؤال قبل يا مدام غادة، قبل ما أخش في موضوع أميرة اللبابيدي، بدي أسأل مغفر في بعبدة. نعم. كيف جمال العلي وليد العلي ومحمد العلي يدخلوا مخدرات لواحد اسمه معتز المصري كانت متوقفة معه هند الحناوي؟ بأي حق إنهم يدخلوا مخدرات الساعة 2 بالليل ثلاث مرات؟ نعم. في قانون فيك يا لبنان بيقول كده؟ ولا جمال العلي هو الله، هو وحسين ملحم؟ إذا في دولة هون تجيب لنا حقنا قولوا لنا، إذا ما فيش دولة تجيب لنا حقنا أنا على الهوا مباشرة وقدام العالم أنا طالع أقتلك يا جمال يا علي اليوم. إذا في دولة فيك يا لبنان، السفارة بتاعتها ما بتعملش شيء. السفارة اللبنانية المصرية ما بتعمل شيء، كلهم قاعدين في كازينو لبنان. إذا في دولة هون تجيب حقي وتجيب أنا طالع النهاردة من هون ميت. يعني بس هو يعني لحقك جمال مثل ما شفنا وتابعك على التليفون واستدرجك وضربك، كيف قدر ضربك مع كم شخص كانوا يعني؟ كان ثلاث اشخاص معه. نعم، بس لانه انت بدك ما بقى تشتغل معه يعني، هي هي شو ال كان دعاء عباس، انا كنت متفق معه ان انا اخذ البنت هيدي وانزل على مصر. نعم. البنت هيدي فين دلوقتي؟ الله اعلم. خفيها لهالبنت؟ راحت الامن العام، الامن العام قال ودناها على سوريا. بس احلف لك ثلاثه بالله العظيم البنت شغاله معه هلا، البنت شغاله معه هلا. كيف طلعها من الامن العام دعاء عباس؟ كيف تطلع من الامن العام وهي؟ طب كيف بيقدر يسيطر هيك على البنات انه ما في هون يعني اميره اجت تحررت منه، اجت خبرتنا تابعنا لقصتها، ليش غيرها ما عمل هيك يعني؟ ليش كيف بخبرتنا انه بيصورهم وبيبعث صورهم عند اهلهم؟ يعني هيدي صارت قضيه انه عم بتاجر فيهم. يا مدام غاده، انا واحد من الناس عرض علي ان انا انام مع مراته وصورها. هو بيتجوزهم هونيك وبيجيبهم بيشغلهم كيف يعني؟ يا مدام غادة، البنت بتيجي هون. نعم. اهلها جايبينها، اخواتها، جوزها، بيصور البنت مع شاب، بيصورها مع شاب وبيبعث لها الصور لعند اهلها. اذا بتروح بتهرب من عنده او شيء بيبعث الصور لاهلها. البنت بتضطر تيجي هون تاني غصب عنها، البنت بتضطر تيجي هون تاني. نعم. انا هربت من عنده كذا بنت، انا على يد، انا مهرب ديانة عبدين، انا اللي مهربها. بنت مثل هذه اجالها اكلان في كل جسمها، كانت بتروح عند في الاوتيل، حتى الناس اللي كانت بتنام معهم بيجي لهم نفس المرض. انت تحقق معك بمفتشية الامن الداخلي وقت اللي انعرضت قضيه اميره لبابيده؟ انا تحقق معي. حقق معك الرائد المكلف في الرائد ثابت؟ لا، في حبيش لا. لا، عم نقول بوقت بعد قضيه اميره، هل انت يعني بتشهد انه كانت اميره كمان انظلمت وزوجها كان ايضا سجن بظلم مثل ما بينا بالحلقه؟ انا جايب لك تسجيل مسجل من صوت جمال العلي ان هو اللي مسلم سمير العلي لحتى يشغل اميره، لحد يشغل اميره. اميره يوم الضرب اللي عملوا فيها جمال العلي. نعم. انا كنت واحد من الناس اللي موجود في الضرب، بس انا اميره قالت لك وقالت للدنيا كلها، انا هربت اميره يومها. نعم. جالي حسين ملحم، جمال وليد العلي، محمد العلي بعربيه بالليل، سبتهم. جمال العلي جاب عربيه دوريه واجا، بنت حامل كيف بدي املكها؟ يعني انا معي جهاز كهربي وحاطط لي فرد تحت الكرسي وحاطط لي كلبشات، شفت البنت حامل كيف بدي يعني؟ بكل الاحوال يعني اميره ولدت طفله وميت، يعني طفله كان تعرضت لكثير تعذيب بنظرة العالم. انا بحملش جمال العلي ولظروف سيئه، وهلا بنحكي عن هالموضوع. انا بحملش جمال العلي الغلط ده، انا بحمل الدوله. هو معه لان في مستندات معك وفي تصويرات وفي تسجيلات، وين الدوله اللبنانيه؟ هلا يعني انت شو بدك تعمل بعد هاللي كشفته اليوم محمد؟ كنت قلت لي انه انت هو عم يضربك، قلت له انك انت مسجل معنا بالبرنامج؟ قلت له انا مسجل مع مدام غدا عيد. قال لي هيدا النهارده فعلا كانوا جايين يموتوني، ما كانوش جايين يهزروا، لانه كانوا جايبين حبل وكانوا جايبين زلطه معطوط فيها حديد. قلت له اخذوك حد البحر؟ ايه، حد في دبي في مارينا، في مكان كنت بقعد انا وياه وحسين هناك. نعم. نزل ثلاث شباب ما بعرفهم صراحة، أنا ما بعرفش الشباب هدول. نزل ثلاث شباب فعلا كان في موت، محطوط في دماغي فرد، محطوط في دماغي جهاز كهرباء، يعني جهاز الكهرباء إذا ضربني بجهاز الكهرباء أنا مت لحالي. نعم. قلت له أنا مسجل مع مدام غادة يا جمال، و
سيبني المره دي وانا هطلع مش طالع على التلفزيون. لانه سابقا كانت اميره كمان سجلت عنا وبينا بعد ما سجنت بينا ال ال نعم. شو بقى بدك تقول محمد؟ يا مدام غدا في قواضي كتير بدي احكي فيها بس بدي نتفت وقت لان حسين ملحم وجمال العلي مدمرين الدنيا. يعني حسين يعني ملحم. انا بتمنى انه ترجع ولو انه كانت نتيجه التحقيق يعني ما بعرف مهزله، انه بتمنى انه يرجع ينفتح تحقيق وكمان محمد يروح يقول اللي عنده لانه اللي عم بيصير عن جد حرام ينسكت عليه وكلنا ملتهيين بالكراسي وبالحقائب ومين بده يجي على وزاره الداخليه ومين بده يجي على وزاره الدفاع ولا عنا داخليه ولا عنا امن ولا عنا دفاع. محمد شو خليني بس يعني ما بقى يعني يمكن في وقت كثير حتى ضلك تحكي، شو عندك شيء مهم بعد تحكي وتوصله؟ انا بدي اعرف شغلتين اثنين، كيف مايا عمران طلعت من الحبس؟ يعني في كثير كيف وكيف عم نشوف كيف ما يعني. ما هوش كيف ما هو كيف يعني انا دلوقتي بدي احط اسامي عالم اشراف، انا بعرف العالم اشراف حسين ملحم بيلعب بيهم، المدعي العام توفيق شريف، انت اتهمت يعني ما بعرف شو رتبته بس اتهمت بمكتب الاداب ريشار خدير انه اخذ 4000 دولار واتهمته انه قبض رشوه. قبض هل بتاكد هالشيء هيدا؟ جمال العلي قال لي حاسبنا عليهم جمال اما طلعت جمال العلي حاسبنا على 4000 دولار. محمد انا بدي اطلب حمايتك الليله، بدي اطلب حمايتك من معالي الوزير بارود اذا كان عم بيسمعنا، من قوى الامن الداخلي، بدي اطلب حمايتك من الدوله اللبنانيه ومن كمان السفاره المصريه انها تتدخل، كما بدي اطلب كمان من السفير السوري انه يتدخل لانه في فتيات سوريات عم بيتعرضوا لانه يتاجر فيهم بلبنان، وبدي اطلب انه من حتى رئيس الجمهوريه انه يتدخل بهذه القضيه. شكرا لك محمد. شو عم بيصير؟ يعني نحن كنا بقضيه اميره وهلا عم نشوف امور عم تتطور وبعده جمال العلي خارج السجن، بعده مكتب حمايه الاداب ما اتخذ ولا اجراء. التقرير اللي ورد بهالصفحه ونص من وزاره الداخليه اللي فيه عرض وقائع وبالاخر بيقولوا انه ما تبين لهم ادله انه في تواطؤ من مكتب حمايه الاداب، شو بتعلق عليه؟ مش كيف التقرير، بس قبل بدك تسمحي لي اول شيء بدي وجه تحيه لارواح الشهداء في ليبيا ومصر وتونس نوجه التحيه واليمن والبحرين والف تحيه للشباب الثائر بالوطن العربي. النقطه الثانيه بالنسبه لوادي خالد، لانه سمعت اميره عم بتقول هيدا الشاب من وادي خالد، وادي خالد منطقة فيها عرب والعرب مسألة العرض عندهم كتير حساسة، وبعرف انه تحسسوا كتير من هيدا الموضوع، واللي عرفته انا انه هيدا الشاب اللي اسمه جمال بس نفوسه مسجلة بوادي خالد، لا من وادي خالد ولا مربى وادي خالد ولا له علاقة ولا بيعرف وادي خالد جنس. واهل وادي خالد اصلا بريئين من هيدا النوع من الناس وما بيقبلوا على حالهم هيدا اكيد الموضوع. وحتى اهالي الفتيات ما عم بيعرفوا يمكن شو بناتهم عم بيصير معهم بلبنان، وانا هون دعيت السفير السوري لحتى يحط ايده على هالملف لانه في ظلم عم يوقع على شرائح من الناس الفقراء، يعني معلش هيدا شيء ما بيجوز. شوفي هلا نحن ملفنا بشقين، يعني شق انسان خارج عن القانون وعم يرتكب كل الموبقات وما حدا عم بيحس، الشق الثاني هو التقصير اللي عم يحصل من الاجهزه اللي المفروض فيها تلاحق هذا الشخص. بموضوع العداله، يعني المبدا العام انه العداله ليست سيفا مسلطا على رقاب العباد، العداله سيف مسلط من اجل العباد. نحن اليوم شايفين العداله بهيدا الملف بالذات سيف مسلط على رقاب العباد اللي هن هول البنات والاشخاص اللي مثل محمد وسمير وغيره. يعني جمال العلي عم يضرب بسيف العدل وبسيف القانون او بسيف بعض الاجهزه اللي مرتبطه بالقضاء وبالعداله، عم يضرب بسيفها من اجل مد امبراطوريته بمجال تجاره الرقيق الابيض. اليوم نحن دائما كنا نتغنى بلبنان انه كان دوله سباقه بثقافه الحريات العامه حقوق الانسان. اكتشفنا فجأة من وراء هالملف حجم التجار بالرقيق الأبيض بلبنان، ما كنت تتخيل إنه لبنان صار بلد موضوع على الجدول ببلد تجارة الرقيق الأبيض اللي بسمعنا بأفريقيا ببعض دول آسيا الفقيرة شوية، مطلع وجه بوجه قدام هيدي الجريمة البشعة إنه عم ترتكب عنا.
دبيت الصوت انت من اكثر من شهر، دبيت الصوت انا قدام القضاء، رفعت بقضيه قدام قاضي محترم وفهيم جدا وطلعها براءه ثاني يوم. يعني خلال يومين صدر الحكم. على الموضوع اميره لبابيده صدر بحقها حكم براءه بعد يومين بالضبط، القاضي ما تحمل يتاخر بالحكم وكان بعد توقيفها تم التاكيد انه توقيفها كان جائر وكيدي، لانه هي اجت خبرتنا عن كل التفاصيل وطلع كل اللي خبرتنا اياه صحيح وصحيح، يعني لانه تحققت منه الشرطه القضائيه وراحت شالت رفات الجنين من الارض. مش جنين، في رفات جنين يعني. لك شوفي انا الملف انه بعدهم بيحكوا بالداخليه بتقريرهم وارد اجهاض رفات جنين مجهول. تقرير مع احترامي للعميد المسؤول عن التفتيش بهذا الموضوع عن التحقيق، التقرير اقل بكثير من مستوى انه يكون صادر عنهم. استاذ يعني رشا انت رحت شو اعطيتيهم معلومات؟ شو اعطيتيهم ادله؟ انا اعطيتهم كل تحليلي للملف، انا بشتغل جزء من 30 سنه. نعم. وانا بس اطلع بالملف فورا بشم ريحه، يعني نحن محامين الجزء والقضاة والمدعين والدرك كمان وقوى الامن والتحريه، ما هن فورا بس يشوفوا موضوع بشموا ريحته دغري اذا في شيء غلط ولا فيش غلط، في مخالفات ولا. انا محل الناس اللي فتشوا بهذا الموضوع، ان مجرد ما حطوا ايدهم على الملف هيك لازم يعرفوا انه في ناس من مكتب الأدب عم تغلط. شو كانت الأدلة أنه تم توقيف أميرة كيدياً؟ لأنه إجت خبرت على اللي عم بيصير، لأنه توقيفها تم بصورة مش طبيعية كلنا بنعرف. لا لا، بصورة مرتبة واضحة للأعمى. ما أنا بس قريت نص التحقيق بالأول، قريت المحضر. كان في كمان معلومات كاذبة أخبرت للمدعي العام، لأنه هي ما ضبط بالجرم المشهود، كانت عم تزور زوجها بالسجن. لا لا، ما هي كلها هو بيضحك هيدا الملف، بيضحك لأنه واضح للأعمى ما بده كتير ذكاء وما بده كتير خبرة لتكتشفي إنه الموضوع مرتب. أنت رحت أعطيتي كل هالمعطيات للرائد تابت. ما هو المأساة بالموضوع إنه مرتب عن طريق مكتب الأدب هذا الموضوع، وأنا عم بحكي بتحمل مسؤولية كلامي، يعني أنا اليوم وأقف وجها لوجه هلا ورا هاي الحلقة أمام مكتب الأدب، أنا محامية وعم بحكي على جهاز رسمي بالدولة مساعد للنيابة العامة. نعم. بس أنا بتحمل مسؤولية كلامي ومستعدة أنا أوقف أنا ومكتب الأدب أمام مدعي عام جبل لبنان أو أمام المدعي العام التمييزي. طيب. ودافع عن وجهة نظري بهذا الموضوع. معلش، حتى نحن نحط الأمور بنصابها. هيدا كتاب أنت وجهتيه خطيا. نعم. غير اللي أنت أنا شرحت الرائد ثابت اللي كان عم بتولى التحقيق، هيدا الكتاب بكل التفاصيل كل المخالفات نقطة ما بين عندهم انه في تواطؤ. لا لا، تقريره اصغر مبين يعني اقل بكثير من انه يكون قاريهم. خلينا نشوف لو سمحتي بس الرد من الداخليه. ما بعرف اذا الوزير بارود قري هالرد وبيرضى عنه. لا ما بعتقد انه قاريه لانه هن بيقولوا لنا من وزاره الداخليه. لا لو محامي ما تبين لهم ابدا، ما تبين لهم ابدا انه صار في تقصير من مكتب، ما تبين. لا لو قريل وزير بارود ما كان بيبعته لأنه مش حيقتنع فيه برأيي، يعني لأنه وزير الداخلية محامي، المحامي فورا بس يقرأ بيعرف أنه هيدا مش تقرير التفتيش، تقرير التفتيش مش هيك، هو عم بيفتش مش عم يستجوب محمد وسمير وأميرة الضابط اللي عم بيفتش اللي عم بيحقق، مفترض عم بيحقق مع مكتب الأداب. نعم. بده يبعث تقرير لوزير الداخلية يقول له شو صار بنتيجة هو معتبر انه عندهم سوابق ومش موثوق فيهم. هلا السوابق نحن عم نقول له مكتب الأداب مع مين بيشتغل؟ ما بيشتغل مش مع أشرف مكة. لا ما نحن عم نقول له مكتب الأداب شغلته معهم. وبعدين نحن عم نقول لهم انه هالجماعة عم يتركب لهم تهم وهالتهم عم بتأدي لانه وبعدين في اشياء منا طالعين منا برا او في اشياء ما قدرنا لانه والله ما بذكرني عم بذكرني بصراحه هو بذكرنا فيه الامن تبع مصر هلا، يعني انا ما عم شوف شو صار بمصر. ولما عم نقرا شو اللي كان يصير من الاجهزه الامنيه بمصر مع الناس الضعيفه والمستضعفه بالارض، حسيت نفس الشيء. بس ان شاء الله ينتج لنا ثوره هيدا مثل ما عمل بمصر ان شاء الله ثوره ويسقط لنا الفساد كله يخلصنا منه. ليكي هيدا التقرير يعني انا بحقيقه يعني انا محل العميد ما ببعته ولا ببعثوا لوزير الداخلية، وأكيد الوزير بارود مش قاري حسب رأيي لأنه محامي الوزير بارود عم بيقول هول إلهم سوابق واحد اثنين ثلاثة. شو بيان إنه سقط من الشهادة ما عادش في يشهد صاحب السوابق؟ ما هو المعلومات كلها عندهم لأنه مكتب الأدب علاقته بأصحاب السوابق من هذا النوع. نعم. وأصحاب السوابق من هذا النوع إذا قالوا وقع علينا ظلم يعني كذابين. طيب في حكم ضدهم إنه ساقطين من الحقوق المدنية حتى نقول ما إلهم شهادة؟ لا إلهم شهادة، وشهادتهم يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار. بعدين تم التاكد ويجب بس هن ما قايلين انه نحن استحضرنا
الضابط الفلاني او المحقق الفلاني واستجوبنا حول ما ورد من معلومات على لسان محمد او جميل او اميره او الى اخره، واستجوبنا واجاب هيك هيك او قال هيك وتبين لنا كذا. بيقول هذا التقرير ما في شيء، ما في شيء من هذا النوع. في استعرض انه هذا سمير انه سوى دليل انه بعد الامور بعد الامور جيده بمكتب الاداب والعلاقه جيده مع جمال العلي، هي قضيه هلا محمد واللي شفناه بعد خمس سنين. خليني انا اقول لك شو القصه هيدا عندي هون تحقيق. وحده بتقول انا متزوجه من فلان امام الجهاز القضائي، امام يعني الشرطه القضائيه، بتقول انا ولا اعرف كامل هويته، بتقول هيك. طيب. ما حدا بيسأل. وحدة تانية وردت بالتحقيق قالت أنا طليقي فلان، صدفة فلان تاني يوم عم يحكي معه وعم قال له أنت هيدي اللي أنت كنت متجوزها، قال لا أنا مش متجوز حدا. فأنا اللي عرفته بحكم خبرتي بهذا الموضوع، هو اللي بيطلعوا على سوريا في فقر ومحل ما كان في فقر يعني، بيروحوا على أساس شباب لبنانيين بدهم يتزوجوا بنات ومسلمين من منطقة عكار وعرب وإلى آخره، وهيدا ورايحين بدهم يتزوجوا بنت مثلهم، بيدفع 2000 أو 3000 دولار مهر البنت وبيجيبها لهون بكتاب زواج صور، بتوصل لهون بيقلها أنت شغلتك الدعارة. هيدي اللي قالت أنا زوجي فلان ولا أعرف كامل هويته، بأول ما وصلت بتقول على لبنان قال لها جاي أنت لشغلك بالدعارة. هيدي التحقيق اللي عنده صحيح، وهذا ما توقفوا عنده لا ابدا ولا واحد ولا بمكتب وزاره الداخليه. بس النقطه الثانيه اللي ما توقفوا عنده انه في ولد اسقط التحقيق بقول 5 شهور، هلا هن رفقات عم بيقولوا اكثر من 5 شهور 6 شهور. هيدا لما اسقط معش اسقاط، هذا صار قتل، جريمه قتل، بينت الجثه وحللوا الجثه وطلعت مزبوط وطلعوا حددوا هن تقريبا عمره 5 شهور، يعني هيدي جريمه قتل. طيب ما توقف حدا بلحظتها، ما توقف جمال، وجمال اجى وشافهم وقال لهم معي خبر اخذت سبيله. طيب وببيت جمال وبحديقه منزل جمال. طيب انا ما عندي اي تفسير قانوني لها ليش صار يعني. عميد يمكن حضورك معنا بدنا نتوسع أكثر بموضوع السنة السجنية ومدة تخفيض العقوبة من 12 شهر للسنة السجنية، سنة السجن تكون 9 أشهر بدل 12. بس شو تعليقك على هالموضوع؟ التعليق بدي يكون أنا واضح أنه اللي قاله محمد وجيه وخاصة يعني أعلن توجه أعلن أسماء غير الأسماء، ما بدي فوت أنا بهالتفاصيل، يعني شاف الموت وما فرقان عم بيتحدى وجود كانوا في وجود دولة لبنانية أو لا. أنا بدي أسأل بس سؤال بسيط، أنه هالضرب المبرح اللي هذا اللي هيدي كمان عقوبتها يعني عقوبتها كبيرة، هل راح ادعى ولا إذا كان عنده قصة مع الأداب ما بيروح مثلا محل منضرب على الفصيل الاقليمي؟ ما عنده ثقه بمكتب الاداب. لا لا معلش 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 ست، كيف بعد بده يكون عنده ثقه بمكتب ما الاداب؟ ما له دخل الاداب بالجرم اللي تعرض له هلا. اوكي بس هلا هو الدعا. نحن هو ادعى، هو ادعى مش انه هيدا اوكي ادعى، ولكن انه بعد كل هاللي عم بيصير مع اي حدا مع الامن حيكون له ثقه بعد؟ لا، انه كمان بدي نبهه على شغله طرق فيها والاستاذه بشرى لما شهقت لما قال انا رح اترك من هون اذا ما في دوله لبنانية طالع قتله لجمال علي، هيدا لا يجوز عنا وما مسموح لا له ولا لغيره يقول بظل نحن موجودين بعدنا حقه. يمكن مع اللي شفناه في تقصير وفي يعني غلاف ما عم بيمنع متابعة هالقضية المفتوحة وهالقضية اللي بتسيء لسمعة لبنان، أنا بقول لك مزبوط، لكن ما بيحق له هذا، ما بيعطيه حق يعطي هالتصريح على التلفزيون لأنه هذا لا يجوز لا بحقنا. أنا بحكي كهلا رجل قانون وكضابط سابق، هذا بس أول شيء تعليقي الأولي. بالنسبة تفضلتي وأنت اللي كنت ملاحقة موضوع انه السنه السجن تكون 9 أشهر، خلينا الى المحور الثاني، ولكن يعني بعد يعني هل انا بدي اسالك بهالمحور بالذات. نعم. عميد انه هل يجوز عدم التحقيق يعني وعدم الاهتمام بشكل يعني بشكل دؤوب ومكثف من قبل فتشيه قوى الامن الداخلي بملف من هذا النوع في تفاصيل من هذا النوع؟ ست غادة بدي اقول لك معلش خليني احكي، ما بدي انا اوقف بخيل اصبعي، ما في اي جهاز الكان عسكري او بدي حتى اروح انا لجهاز مدني يعني او تنظيم مدني بموضوع، اذا كان طبيب حصل معه اي خطا طبي
وبده يصير في منلاقي نحن نقابة الأطباء بتتعاطف طبعا ماني عم بعطي تبرير انا اللي عصر هيدا معيب لا هيدا عم بيصير لا انا بدي زيد عليه واذا ادعى على الصحافه او الاعلام وادعى علينا قاضي اكيد نحن ما رح نربح قدام القاضي لانه القضاة بتعاطفوا مع بعضهم هيدا مساله انا عم بقول لك العصبيه اللي موجوده لكن بهالوقائع اللي تفضلت فيها الاستاذه بشرى واللي انت كنت تابعتيها بقضيه تحديدا جمال العلي واميره اللبابيدي لا لا يجوز السكوت عنها لانه نحن مفروض تستدعى مثل ما قالت الاستاذه بشرى اللي متهم او في علامه استفهام حول دورهم يستدعوا الى التحقيق ويكونوا لو كان هذا تقرير تحت الطابع السري بيرفع بينقسم الى شقين شق بينعطى لمعالي الوزير بينحط انه نحن حققنا مع الضابط فلان 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 ورتيب التحقيق والشق الثاني وبيعود لوزير الداخليه هو يقرر بهالموضوع لكن انه عمليه تكون هيك كتابه قصر وتقرير ويتبين مثل ما تفضلت صاحب السوابق ما في شيء بيمنعهم ما في شيء بيمنعهم من الاخذ باقواله هو لنوضح هيدا الرد هو او يعني الرد اللي اجانا هو سرد وقائع نحن كنا ادلينا فيها وبالاخر في سطرين انه ما تبين لهم ادله رغم انه الاستاذه بشرى اخذت ملف وبينت بالادله كيف تم التعاطي بموضوع توقيف أميرة وكيف تم التخابر بين الذي يحقق في مكتب الأهوني. هلأ بدي أسألك سؤال كتير قانوني بهالموضوع، يعني على التليفون بيسأل المدعي العام اللي عم بحقق بقلب المخفر على دمته، يعني أنه طبعًا. أنا بشوف رئيس أنه هيدا طبعًا الموضوع طبعًا هو الحق عليه وما بيقتضي أنه الحق عليه وما بيقتضي أنه نعاقب يعني اللي يمكن تعرض لاي شيء ويلا اخرج عنه. عم تحكي عين الصواب، بس هل يجوز هيدا الشيء يبقى؟ هيدا الواقع المطبق يعني غيابيا يحكم القاضي. معلش ما هيدا حكم. لا هي صارت شغله كثير خطره. يعني اميره إلى ملف عندهم وإلى عنوان طبعا لما طبعا. اجت وحده اسمها اكس قالت انا بشتغل كذا وهيدي على فكره اللي دل عليها جمال العلي طلع جمال العلي المخبر الموثوق تبين انه طبعا طبعا هلا تتوقف جانت خديجه فقالت له انه بعرف وحده اسمها اميره بتتعاطى واضح من كلام خديجه انها ما بتعرف اميره من طريقه الكلام المهم قالت بعرف وحده فقالوا اتصلوا بعد ساعتين ونص يعني الساعه 7 بلش تحقيق مع خديجه 9 ونص اتصلوا بالمدعي العام يقولوا له في فلانه اميره مجهوله قادرين مجهوله تعالى مذكر تسميه لا بيعمل بلاغ بحث لا ما بيصير بلاغ البحث والتحري بعد ساعة بلاغ البحث والتحري بدهم يتصلوا على عنوانها لأنه ملف عنده الوزير بارود محامي إن شاء الله يكون عم يسمع هيك أنا قلت لهم هيك ملفها عندهم ورقم تليفونها عندهم نعم. وعنوانها عندهم ومكان توقيفها الأول اللي كانت موجودة فيها عندهم وهن قالوا عندها هي أصحاب قالوا إلى ملف عندنا مفترض يتصلوا فيها على مكان إقامة التليفون اللي عندهم شو هالأسرة إذا ما توفقوا فيها بعد 24 ساعة شو هالأسرة الأمنية اللي عندنا إنه بعد ساعتين بيقدروا يوقفوا مطلوب يعني بساعتين بلبنان مطلوب للعدالة وكان مجهول بيقدر يكون معلوم يعني يا ريت يعني كلنا لازم نطمئن اذا صار في جرائم بلبنان انه ما في مشكله ما حدا بيهرب لا قضيه مبينه من توقيفها لانه لما بتطلع اي اهل تيقابلوا بسجن رومي اهلهم ما مطلوب من الخفير على الباب انه يطلب النشر صح مبيني معلش انا ما بدي اوقف برجع بكرر انا بضلني دافع عن المؤسسه اللي كنت انتمي لها وكان لي شرف الانتماء لها بس لما يكون في اخطاء علي اقول ووضحها بعدين هل يجوز القاء القبض اذا ما في جرم مشهود؟ خلص بلاغ البحث والتحري اللي اجى قانون اصول المحاكمات الجزائيه الجديده تشرعوا لانه كان بالاول عرف متبع قبل القانون التعديل اجى صار هذا بمثابه اشاره من النيابه العامه لتوقيف الشخص فور ورود نعم. اسمه عليهم بقى هذا اللي نقوله نحن نقول في تركيب ما بتضحك مثل ما قالت الاستاذ بشرى في بنشم ريحه الملف ونقطع السطر ما رح اقول اكثر من هيك استاذه بشرى اميره انت يعني يمكن ما كان صعب عليك تطلعيها براءه لانه هي استغرقت القصه جلسه وحده اي طبعا طلعت براءه وحتى اللي قالت اللي كانت قايله عنها هي نكرت انها بتعرفها اصلا ما بتعرفها ما بتعرفها ما بيعرف لما التقوا بعدها بنظرها ما بيعرفوا بعض لما التقوا بالسجن ما بيعرفوا بعض ما بيعرفوا بعض لا وفي شهود انه ما كانوا بيعرفوا بعض تعرفوا على بعض بالسجن
شو في شيء بعد بدك تحكي لنا يا بهاء؟ لكن لاقول لك المخالفات اللي عم بتصير، لما اجى لبنان بده يتطور ويترقى وقال بدنا نطور اصول المحاكمات الجزائيه، عمل الماده 47. نعم. الماده 47 بتحفظ حقوق المتهم، لانه المتهم بالنتيجه انسان بريء حتى تثبت انه والمتهم انسان، حتى أكيد. لو عامل الجريمه هو انسان، ولو كان انسان من اوضع طبقه بالمجتمع بالنتيجه في له انسانيه يجب ان نحترمها. المادة 47 شرعت من أجل هذا الأمر. أنا لاحظت بكل هول إنه وتلونا عليها حقوقها اللي بتنص عليها المادة 47، قال ما بدي استفيد ولا من أي وحدة منها حاليا. شو هي يعني؟ إنه أنت بدك تتصلي بحدا من أهلك تخبريهم إنك أنت هلأ موضوع نظارة قصر بعبدة. في سيدة رح يعني سجينة سابقة رح تعطي شهادة كمان، هيدي برسم الضمير لبناني الإنساني والعالمي. هل يجوز أنه نظارة سجن بعبدة اللي بتوقف فيها النساء تكون على هالشكل؟ هلأ رح يتم الاتصال فيه. بس أنا بدي أقول لك هاي الشغلة كتير مهمة، قصة المادة 47 عم بيصير خرقها من كل الأجهزة بلبنان. أنا بس في جهاز واحد بقول بلاقي له شوية مبرر، هو الجهاز اللي بحقق بقضايا التجسس والإرهاب، إنه قضايا أمنية كبرى يضطروا، لأنه في أمن المواطن وأمن المجتمع اللبناني معلق فيه هون، مضطروا أحيانا ما يخلوا يتصل بحدا يتحفظوا عليه بدون ما حدا يعرف هو وينه. بس ببقية الأمور بمكتب الآداب أنتم ما بتخلوني استعمل المادة على أي أساس؟ ليش؟ طيب الوزير بارود مفروض أنه أرى التحقيق، أنا محله بده أرى التحقيق. إذا بيجيني هيك ملف بدي أقرأ، ما أرى أنه هاي المادة مش مستعملة. ما معقول يقولوا لواحد موقوف بدك تتصل بحدا من أهلك ويقول لك لا. تعرفي أوقات يمكن أستاذة بشرى هذا مش مسموح، مش مسموح لحدا يمكن أنه يعني. صاروا بمرحلة أنه هيدي هينة، بعد عم نعمل تجاوزات أكتر منها. طيب ليش عدلنا القانون؟ هيدي ليش عدلنا؟ في استخفاف بالناس، في استشاء بالناس، في إهمال للناس، مش كل الناس، ما في شعور، لا مش كل الناس بي بي يعني من قبل المسؤولين على العموم على العموم ما في مشاعر يعني عم تتحرك بواجباتهم الوظيفية تجاه الناس. طيب لك شغلة، في شخص مطلوب بكذا مذكرة انتربول دولي، أنا بشوفه بالمناسبات العامة يعني أعراس وغيرها، قاعدين على طاولته قضاه وضباط. أنا عم بقول أكيد، بس أنا عم بقول استخفاف بالناس، وكلهم بيعرفوا إنه مطلوب مذكرات، يمكن زبط لها أكثر الناس اللي ما عندها واسطة بكل بساطة، والناس المقطوعين هولي ما بشكلوا مجزرة إنسانية بالمجتمع. طبعا طبعا. معنا شهادة كمان للأمانة، ويمكن لا شهادة حق، لازم نقول عنا شهادة حق، شهادة سجينة سابقة بدها تحكي شوي عن كيف ظروف التوقيف مش بسجن بعبدة. سجن بعبدة أجلنا موضوعه بنظارة قصر بعبدة. مساء الخير. ألو. مساء الخير، تفضلي أنت على الهواء. إيه بونسوار، كيفك؟ تفضلي. أهلا. إيه، وأنا بتشكرك إنه اتصلتي فيي. أنا توقفت بس أنا بعيد كتير للموضوع. نعم. عن الدعارة أو المخدرات. أنا توقفت بموضوع تاني كليا مختلف. شيك من دون رصيد. نعم، خلينا نحكي الموضوع، تفضلي. وأنا توقفت مع التحرية وأنا لبنانية. أول ما توقفت مع التحرية عملت بطريقة سيئة جدا، وللأسف أنه كان ابني معي، ابني عمره 7 سنين ونص. نعم. والتحرية عملوا علي كومبين، وما كان مفروض ينعمل هيدا كله، لأنه أنا كنت عارفة شو موضوعي وهني عارفين، بس انشغل علي كتير، توقفوني وتركولي ابني على الطريق. نعم. وترجيتهم وقلت لهم هيدا ابني، خلوني وصله مطرح اللي لازم. قد ايه عمره ابنك؟ 7 سنين ونص. ما وصلوه على البيت؟ لا، تركولي اياه على الطريق. على الطريق العام. نعم. قلت لهم خلوني اتصل بمحامية تقدر بس وصل المساج لإله تياخذوا لي ابني على البيت، إذا أنتم ما حتخلوني طلعوا معكم بالسيارة. وأنا عم بقول لكم أنا الفلانية الفلانية وما ترفي، أنا كمشتوني عال، بس أعطوني ابني تحطه معي بالسيارة ووصلوا. نعم. على البيت اللي لازم حطه. كيف تم توقيفك؟ نعم. عملوا علي كومبين. يعني وين وين توقفتي أول شيء؟ توقفت أنا بمنطقة فيتون. نعم. اوكي، تحولت على تحرية جوني، من تحرية جوني على تحرية جديدة. نعم. اوكي، ونعمل معي التحقيق، ودغري التحقيق خلص، كان ما بده 24 ساعة، كان بده نص ساعة خلص التحقيق معي. نعم. انشغل علي انه يوقفوني 48 ساعة بنظارة جديدة. بجديدة. ضغط يعني. لا، تيضغطوا علي
وبركي انه بيندفع الشيك بدون فين وزين وبتخلص القضيه هون. نعم. وانا بحب حريقة الزايده بالنظاره صار معي مثل توتر اعصاب كثير شديد. حولونا على عبدة من بعد 48 ساعه وكان خلص التحقيق. نعم. يعني التحقيق كان خالص. يعني بالقانون ما لهم حق يتركوني هنيك. نعم. وما عاد عندنا وسيله اي اتصال لانه منعوني من الاتصال لا بالمحاميه ولا بحدا. تحولت على عبدة من بعد 48 ساعه. نعم. بعبدة انشغل علي اكثر واكثر انه اقعد بالنظاره 11 يوم. 11 يوم بالنظاره؟ بالنظاره 11 يوم مع انه القاضي لحظه خليكي معي صغارة مع انه القاضي التحقيق شافني بعد نص ساعه وطلب تحويلي لسجن بعبدة. اف القاضي طلب تحويلك وهن ابقوك 12 يوم بالنظاره؟ القاضي شخصيا طلب تحويلي لسجن بعبدة. اوكي؟ انا جيت نزلوني على النظاره رجعوا. صرت انا ناطره انه انا اتحول على سجن بعبدة يوم بعد يوم واطلب ورا رئيس السجن يقول لي ما حدا طلب. قلت له قدام القاضي طلب تحويل لسجن بعبدة ليه تركيني بالنظاره؟ طيب بس اليوم هلا بدي اتوقف معك شوي. تفضلي. بليز اسمعيني لانه بالنظاره صار اشياء وصار فيها تحقيق ولحق لي التحقيق على سجن بعبدة لانه اللي صار النظاره انا ماني بعيده عن القانون ولا بعيده عن الشيء. انا اوكي عملت شيك انا ماضيته. اول سؤال بيسالك يا القاضي هيدا امضاكي مذكر التوقيف اوكي بس ما انعمل فين وجين. نعم. انا بالنظاره اللي شفته واللي عملته انا طلعت وصلت على سجن بعبدة بنزيف بانهيار عصبي شديد. بدنا نعرف ظروف التوقيف بالنظارة لأنه في كمان شهادات سابقة أنه حتى تفتيش النساء يتم من قبل عناصر حراسة رجال. ما في نساء تفتشي كلهم رجال. أنا هيدا الشيء اللي فاجأني واللي خوفني. أنا بالنظارة تحت الأرض مع رجال ما في ولا مرة. كيف في توقيف مشترك يعني نساء ورجال سوا؟ أكيد لأنه نظارة الرجال بنزق نظارة النساء. لا بينفصلوا نظارة نظارتين ونحن تحت الأرض. أوكي؟ واللي بيجيبوهم من الرومي يلي عندهم تحقيق ويلي عندهم جلسات مع القاضي ما بيتوقفوا بقلب النظارة بينتركوا بالكولوار يعني بيجوا على الشباك نظارتنا نظارة النساء. نحن كنا فيها 11 بنت وممنوعين عن المي. ما فيها مي ما فيها مي تنغسل ونحن بنات عم تتخيلي والبرغش اللي فيها ما بيتصوروا عقل. حتى طلبت من رئيس السجن انا بدي دواء انتيبيوتيك لانه صار عندي نسيب كثير قوي. منعت اني اتصل باهلي ولا اي اتصال مع كل اللي صار معي. مي ما في. حتى طلبت من رئيس السجن قلت له تفضل فوت عن قلب النظاره قد ما قرف ما فات. قلت له حقك لانه ما فيها مي. ما عندنا وسيله تنغسل ونحن بنات عم تشحن علي. كيف بتناموا؟ في فرشات تناموا عليها يعني 11 يوم اهلكم ما بيوصلوا لكم؟ ما في فرشات. في برغش قد ما بتتصور. ما في فرشات؟ ما في فرشات. حرمت. ما في وسخ. في وسخ قد ما بدي قولي. ما في مي. ما في مي مش تنشرب. ما في مي تنغسل. ما عم يحكي طلبت رئيس السجن ينزل على قلب النظاره. انا بدي بس سؤال توضيحي اذا بتسمحي بس. نعم. نزل الرئيس قال لي شو بدك عم تصرخي وبتعيطي؟ قلت له عم صرخ وبعيط عم طالب بحقي يلي هو اقل شيء وبحق البنات يلي معي. على القليل يعطونا مي. فتح الباب. بس فتح الباب ظهروا على الشطف. قلت له بأي حق؟ كيف يعني تعوا على الشطف؟ انتم بعدكم بنظاره وعم يشغلوكم تشطفوا؟ قلت له نحن تحت نحن تحت رهينتكم ونحن تحت التحقيق. بما لك حق بالقانون تفتح الباب على سجينه وحده اوكي؟ ما تفتحوا على 11، يا بينفتح على 11 يا بتسكر على 11. قال لي انت بتسكري تمك بالحرف الواحد وبتقعدي بالزاويه. وبتقعدي بالزاويه، قلت له اوكي امرك. بس انا بدي مي وحقي انك تجيب مي على النظاره. ومي تشرب ما كان عندكم؟ ما في مي. ما في شيء. عم بقول لك مي تنقل. هي اصعب هيداك التمثيل اصعب. تقولي لي مي تشرب. انا بدي اسال يعني سؤال بس لالها طبعا. ما بدي حدا يسالني ولا سؤال. هيدي
شيء صار معي انا. لا لا اذا بتسمحي، اذا بتسمحي نقطه بس لتوضيح من القانون. انت قلت 11 يوم وانا ماني عم بقول لك مانك صادقه، صادقه او تيس بالعكس. لا ما بده يكون في وقائع. لا 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 باردون، والاستاذه بشرى بتعرف انت اكيد اكيدي انه من اليوم الاول انقطعت لك مذكر، لانه اذا انقطعت مذكر التوقيف من قاضي التحقيق. انا انقطع لي مذكر توقيف انا وعندي التحريه. لا 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 اسمحي اسمحي لي اسمحي. عند قاضي قدام قاضي التحقيق. عند قاضي التحقيق. خليني اقول لك هالنقطه لانه انا توضح المسؤوليه، انا كرجل قانون وكرجل امن سابق بقول لك اذا انقطعت مذكره التوقيف وبقيتي اكثر من 24 ساعه بالنظاره بيتحمل مسؤوليتها عناصرنا، يعني رئيس النظاره والمسؤول عنه. اما لحضرتك وقفي، خليني كفي سؤالي تجاوبيني. انا عرفت سؤالك. انا توقفت بمذكره التوقيف بنظاره عبده، رجعت عملوا لي اربع جلسات قبل ما اتحول على السجن. انه رجع قاضي التحقيق. لحظه خليك معي. عند قاضي التحقيق نعم، وانا قاضي التحقيق اول شغله طلعت لعنده من بعد اربع ايام قلت له يا حضره القاضي، حضرتك قلت انه انا بتحول على السجن، ليه بعدني بنظاره بعبده؟ قال لي ما بصدق. طلب ورا رئيس السجن قال له يا فلان الفلاني ما بدي سمي، المدام يلي واقفه هون انا ما طلبت فيها انه تحولها على سجن بعبده. قال له ايه حضرة القاضي ايه، وتلبك كله سوا رئيس السجن. قال له ما بعرف، يمكن في بوراقه في اشياء مش مزبوطة. قال له بالحرف الواحد حسابك معي بعدين. لا هلا هيدي النقطة اللي بدي احب انا اوضحها. هيدي النقطة عم بقول لك اياها علنا على الهواء. اوكي انا معك، انا معك وانا بقدر شعورك وبقدر انك مانك عم تسمي. انا بشكر الله، لحظة رح اقول لك شغلة، انا بشكر ربي انه وصلت على سجن بعبدة للنساء الديبي، لانه تعاملت بمعاملة وبتشكر، بتشكر مديرة السجن وبتشكر الحرشات وبتشكر الناس اللي عم، ما هي ما عم تحكي يعني. لا 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 انا عم بعطيكي حقك. انا عم اسمعني اعمل معروف. لا انت اذا بتريدي اسمعي، اسمعي لي اذا بتريدي اسمعي لي. انا عم بسالك هالتوضيحات تعطيكي حقك. صحيح. لانه حقك اذا كنت بقيتي في مذكر التوقيف مقطوعة فيك تدعي قدام بالمفتشيه، امام وزاره الداخليه، امام مديريتي. انا لحظه شوي، لا ما خليني اكمل لك. أنا وصلت على سجن بعبدة للنساء التأديبي. أوكي؟ نعم. وصلت والمديرة استقبلتني وضموني وحضنوني الحرشات. عم نحكي قبل يعني عم نحكي عن هالظروف التوقيف اللي تعرضتي لها أنت، فيك تدعي فيها لحتى تحفظي حقك ويمكن إنه. لمين بدي أدعي؟ نعم؟ لمين؟ فيك تدعي بالمفتشية بقوى الأمن قدام قضاء، فيك تدعي بالنيابة. شو عم يجيني؟ أنا وصلت للموت. ما في أثر القضاء. أنا وصلت للموت. طيب هلأ هاي الفترة ال 11 يوم ما في محامي يشوفك؟ ما في ولا حدا ممنوع، لأنه نحن تحت رهينتهم. ما عم قلك المنع بيكون إذا كان قاضي التحقيق اللي عمل، بس المحامي ما ممنوع. باردون اسمعيني اعملي معروف. تفضل. أنا أطلب من الترك يلي موجودين بليز اسمعوني، اطلب محاميه، اطلب الاتصال، قول له انا اذا ما بدي انا اتصل انتم اتصلوا، عملوا لي الانتيبيوتيك لانه انا عملت نزيف عم بموت. اوكي؟ ما حدا يرد علي وثاقبت كان في فتره كمان عيد. طيب يعني كمان غريب انه في امر، في غريب تعلمتها بالنظاره. اسمحي لي بس اقول لك انا بس سؤال اذا بتريدي. انا من جهتك اسمحي لي اقول لك بس سؤال. لما اول ما وقفتي مسلتي امام قاضي التحقيق، قاضي التحقيق ما سألك إذا بدك تعيني محامي أو لا؟ أنا عندي أكبر محامي. يا اسمحي لي. محامي بلبنان، وكان محامي معي. إيه كان محاميك معي؟ محامية معي نعم. قدام قاضي التحقيق بس كانوا عم بيرجعوها على النظارة. أوكي معناتها في خلل. المحامي بيعالج الموضوع. في خلل في خلل ما إنه هالمحامي لما إذا كان قطع مذكر توقيف لازم ثاني يوم تصير بسجن النساء. لا في شيء حكما هلا. أنا 11 يوم لأنه لا أنا رح أقول لك ليه، لأنه أنا درست موضوعي جيد، أنا اللي متشكى علي
اللي بتشك عليا يعني راشد برك تيوقفوا 11 يوم واضحه يعني 11 يوم بالنظاره يعني خلينا نقول الامور مثل ما بتصير بلبنان يا عمي طلع يعني يا شيخ غاده خليني انا احكي انا القصه انا صارت معي انا 11 يوم وقفت بالنظاره منع اهلي يشوفوني منع محامي يشوفني لا بعد السجن عند قطع هيك كيف يشوفها لا طيب يعني انا بشكرك على هالاتصال يمكن هيدي الشهاده نحن مستعدين إذا وزير الداخلية بحب يتعرف أكثر على الموضوع نعرفه على السيدة وناخذ موعد منه لحتى السيدة تشرح له أكثر الظروف اللي تعرضت لها لأنه هيدا الكلام عم نسمعه كنا قبل ما كان في جرأة لحدا يطلع يحكي عندها جرأة تطلع تحكي في كثير ناس يمكن بتتعامل وبهالسوق وبأسوأ وفي استغلال وما بقى حدا في ينكر هيدا الواقع اللي عايشينه وما بعرف لأمتى بدنا نضلنا نحن ست غادة بس عن وضح شغلي والأستاذ بشرى أنه بهالرواية في شيء في شيء نقص في خلل حتى أكون صريحة معك لأنه في كمان صار في أنا أسئلة من قبل ما اتصلت فيي في جو بالبلد أنه القوي اليوم قوي بده يضغط بموضوع معين بيقدر من خلال ضباط بيقدر من خلال ضباط الدرك يمارس نوع من قسوة وسيطرة وأوقات كتير رجال الأمن عم بتكون في علاقة غير مفهومة وغير واضحة بينهم وبين القضاء كيف عم بيخبروا بعضهم كيف عم يقدروا عم يضغطوا على الناس بأمر ما بدي ستر أنا بمرحلة التحري مرحلة التحري بتحري طب هل بس بدي تعليق هل ظروف اللي حكيتها واللي أنا سمعتها من قبلها من سيدات داخل النظارة وحتى أميرة وقت أجت وخبرتنا كيف أميرة مات جنينة بسبب مات الجنين ولدت مش مات جنينة ولدت ولد وليدها إيه وليدها مات بسبب أنه صار التهابات لأنه لا 20 يوم ما بين 5 أيام بحبال وهذا ما غيرت ثيابها صار عندها التهابات الولد في تقرير طبي انه كان بصحه جيده من قبل في تقرير طبي قبل قبل انه لانه الولد بصحه جيده شوي خلق الولد مريض وشوي مات نحن بدنا انا بهمنا نتوقف عند انه هالمخالفات القانونيه اللي عم بتصير واكثر عند ظروف السجن الصعبه وبعدين كيف بنظاره بعده الانسان لا معروف عنه انه بريء او مش بريء ما معروف شو قصته تشيك بلا رصيد يمكن مين ما كان يزور تشيك ويفوت حدا يحبسه يمكن انه لا كمان في العالم كلها ما عاد يحبس الشيك بدون رصيد بكل دول العالم اللي بتحترم رح نتوقف بفاصل ونرجع بعد يعني مباشره بعد الفاصل نتوقف عند موضوع مدة السجن وتخفيض العقوبات والسن السجنية بلبنان بعد هذا الفصل منتابع معكم الحلقة يمكن الحلقات يعني هيدي المواضيع بتطلب حلقات وحلقات لأن هي مواضيع إنسانية وفساد يتصل مباشرة بالإنسان في تقرير عن مدة السنة السجن بلبنان علما أنه هلأ حاليا عم ينشغل على هالموضوع مدة سنة السجن يمكن بالأردن 9 أشهر بغير بلدان خلينا نشوف هالتقرير ونحكي أكثر عن حاجة لبنان لأنه تتخفض مدة سنة السجن خائف للعمر يمضى وراء الحيطان يا تتراوح مدة السنة السجنية في العالم بين 9 أشهر و12 شهرا فبعض الدول كمصر والأردن مثلا مدة السنة السجنية فيها 9 أشهر أما في السويد فهي 11 شهرا وفي أمريكا كما في لبنان فهي 12 شهرا ولكن في لبنان توافقت لجنة الإدارة والعدل على جعل السنة السجنية 9 أشهر ويبقى إصدار هذا القانون لمجلس النواب كي ينفذ على جميع المساجين بالتقرير على أنه منعرضه بالحلقة المقبلة سنة السجن لجنة الإدارة والعدل أقرت يمكن كل المساجين اليوم منتظرين الهيئة العامة اللي بدها تبط بها توافق على هالاقتراح وين برأيك قديش بعد بيتطلب وقت وأنه شو بدنا نقول لهم للمساجين بالنسبة ما بدي أنا عايشهم بكتير أمل كبير لأنه بدي أحكي من واقع واقع بياخدوا المجرى القانوني بمجلس النواب هلأ لجنة الإدارة والعدل أكيد
أقرت أنه تصير السنة 9 أشهر وحددت الحالات اللي ممكن أنه يستفيد منها السجين بحالات أخرى. لكن أنا بقول للسجناء بس هلأ حطهم بحالة أنه هالعملية نحن أمام مرحلة إقرار القانون. شو حددت هي السنة السجن للجميع 9 أشهر؟ 9 أشهر. نعم. غير قضية هيدي حسن السلوك. نحن ما نربح من هي القانون اللي طالع المرسوم الاشتراعي اللي طالع سنة 49 قبل ما نخلق كلنا سوا. المادة 108 كانت تلحظ الحالات اللي ممكن للسجناء اللي بيتعرضوا اللي عندهم أوضاع خاصة أمراض صحيح إنه صحيح. ممكن هذا وما حدا هالمادة حدا ما حدا رعاها من سنة 49. هلا اللي عم بقول انا انه لجنه الاداره والعدل مشكوره لانه قريناها امبارح بالصحف وعلى على لسان تصريح رئيسها انه صارت السنه 9 أشهر. بس بقول للسجناء وخليني بصراحتي المعهودي انه ما نعمل انه هذا القانون اذا بكان بظروف جيده لن يقر قبل سنه 2012. ليش؟ لانه نحن هلا بكره اوكي جايين نحن دورات الانعقاد بمجلس النواب الدستور محدده صراحه طيب. بس ما في حاجات ملحه يعني عم نشوف وضع السجون يعني ما عليه نوابنا الكرام انه يحطوا باولوياتهم انه فيها الناس اللي بالسجن كمان ناطرين لحتى ينرحموا شوي لانه ما هن كمان عليهم واجبات يأمنوا ظروف سجن جيده. انا بقول اذا خلصت هالمرحله من امام لجنه الاداره والعدل يمكن بكره تقر قبل احالتها على هيئه العامه تحال الى اللجان المشتركه ما حدا بيعرف بس نحن عم نفوت. لا هو قال علن انه وانا في اتصال مع استاذ غسان ما قدرنا اخذناه ما بقى معنا وقت وانقطع الخط معه. هو قال انه احيلت على الهيئه العامه. احيلت على الهيئه العامه. نعم. اذا حطت بكره الثلاثاء الذي ليالي 15 اذار بتبلش دوره الانعقاد الدستوريه. نعم. للمجلس النواب اذا رئيس المجلس حطها على جدول الاعمال وحطت بهذا معناتها عليهم انه يأملوا خيرا انه السنه بتصير 9 أشهر وبيستفيدوا منها الناس. يعني نحن بدنا نتمنى والا ايه اذا ما عملت وما اندرس قبل 30 ايار. نعم. فات المجلس النيابي بعطلي دستوريه ما بقى يفوت الا لتشرين الاول من الواحد وعلى شرط بتشرين الاول ما في يبحث قوانين لانه الدستور صريح. يعني هون انا بدي ناشد النواب وناشد الرئيس بري. نعم. انه يسرع بهيدا الموضوع لانه عن جد في كثير ناس مظلومين بالسجن وفي كثير ناس لو انهم مرتكبين ومجرمين يمكن الظروف اللي عم بيعيشوا فيها بتخليهم ينرحموا بثلاث اشهر بالسنه. ست غادة هي حاجه كما هي للسجين حاجه للدوله لانه لما هيدا بتوفر عنا الاقتزاز نحن يعني المحكوم 5 سنين لما بنشله نحن 6 أشهر او اللي اكثر من 6 أشهر قديش بتخفف الضغط على السجن قديش بتخفف مصاريف اعاشته طبيبته للوعي. يعني هي حاجه ملحه لطرفي للسجين لحقوقه ولازم بقى واذا كان تربى وطلع مظبوط هالسجين وبيعمل بيكون عنده امل وبتساعد اداره السجن لانه السجين اللي ما بده يكون منضبط. نعم. ولو السنه 9 أشهر يمكن يعمل تعرير انه يترفع عنه هلا بس بعي بدي وصل نداء من والد ربيع صقر. ربيع صقر بدي ذكر هو شاب توفى بسجن رومية وكان برنامج الفساد اهتم بقضيته وأثبتنا من خلال تقارير طبية لدى الكشف على جثته لدى خروجه من السجن جثة هامدة أنه كان عم يتعاطى المخدرات وكان في جرعات زائدة بجسمه. ربيع صقر للأسف يعني عم بيجوا هلأ أهله تيحكوا من حالة جديدة بس بدي ولو أتوقف معهم دقيقة ما بقى معنا وقت. مساء الخير. مساء الخير ست غادة. بس بدك تخبرني بموضوع القضاء اللي بعده عم بحاكم ربيع صقر وهو توفى. إيه. وانتو لهلا حتى فتح تحقيق بالداخلية عن حالة ربيع وكيف بيموت شاب بالمخدرات بقلب سجن رومية وهل مسموح يموت بالمخدرات بقلب سجن رومية وما في جواب حتى من هالتحقيق اللي صار. كيف بعده القضاء يعني كيف عم بحاكمه لربيع وهو توفى؟ أول شيء بشكرك ست غادة. شكراً لك. وبشكر إذاعة الجديد. راحت مرتي من شيء أسبوعين على العادلية لحتى توفي وقلنا عندهم 400,000 يعني هو راح الغالي للأسفاً على الرخيص بس لأنه نحن بحاجة لهالمبلغ. 400,000 كان محطوط كفاية يعني؟ فقير مش بس أنا الوحيد في عيلة كتير فقيرة بلبنان. أكيد. وما حدا بيهتم لا من الدولة ولا من غير الدولة. مش عيب. راحت أجل بقى. نعم. هالملف تأجلت الجلسة أجلها ل14/6 و14/6 اعطاء الحكم. يا هل ترى لمين بدك تعطي الحكم لشخص ميت قتلته لي ابن 22 سنه
ما بعرف كيف يعني شو بدي اقول. ما جاوبوك شيء بوزاره الداخليه بالتحقيق اللي انا ما جاوبوني شيء. انا موكل سألت؟ انا موكل السيد الوزير زياد بارود وعم بتابع لي قصتي وقال لي صار ملف ربيع صقر صار عند القاضي ميرزا وانا لا قدرتي للقاضي ميرزا عفوا احترامي له لوقف محامي ما قدرتي ما معي تمام. خلينا نسال شو معقوله انه استاذ بدهم يوقفوه بالحكم لا اوكي بس بيأجلوا الحكم 4 اشهر هن بعدهم عم بيحكموه هلا كيف لا استاذ غدا هو حكي لانه ثاقبت نحن وقبل ما نقول زوجته حكيت انه اخذت وثيقه الوفاه واخراج الايد العائلي والمشطوب وسجلت بقلم المحكمه انه توفى. هلا هي كمان في عندها عقبه انا قلت لها اياها برا انه تطالب اذا بده يرجع يفرج لها عن الكفاله لانه على ما يبدو بحاجه لهالكفاله من وضعهم ما بيقدروا يصرفوا الكفاله الا ما يعملوا حصر الارث وانا نبهت على هالشيء حصر الارث هيدا هيدي الدوله وهيدي معاملات الدوله يبقى شيء مثل ما رويولي العميد حصن الارث على شو هالمبلغ اللي عفوا نعم نعم شو هالمبلغ يعني نحن معلش عم نفرج شو عندها مشاكل يا طويل العمر انا شاعر بمأساتك وقلت لك انا بعدين معلش ابنه توفى شاب بالسجن كمان هن مسؤولين عنه لما بيكون الشاب بالسجن الدوله مسؤوله عنه بدي لك اياهم ست غادر احترامي للست بشرى اللي معك وحضره العميد وبرجع بكرر انه انا بحمل مسؤوليتي وبناشد السيد الوزير زياد بارود بحترمه وبحترم قراراته ورجل طيب وان شاء الله بضل بس انا برجع بقول له لإله ولسعد الحريري ولرئيس الجمهوريه وللدوله كلها بمقبعها ابني راح شاب حبيب الله قضاء وقدر عال مش الحال بس في غيره عم بيروحوا وعم بيروحوا مع احترامي لكم كلب اجلكم الله مدري دب شفتوا ريبورتاج على التلفزيون ببلاد برا بالجليد مدري ببحر قامت اجت طيارات هليكوبتر ويطيف اجت الاسعافات كلها هيدا مجرد حيوان طيب يبقى كيف هيدا انسان وابني من الساعه 3 كان عم بيعاني 3 الفجر للساعه 9 لحتى فتح امر السجن الباب اخذوه على المستوصف بيرومي لفصل عندهم على 10:10:30 يا هل ترى دهر الباشر مش قريب لألهم أو أي مستشفى قريب لألهم هيك الإنسان وحقوق الإنسان بيكونوا بهالبلد عنا بهالدولة اللبنانية وبرجع بناشد السيد الوزير زياد بارود يعتبروا ابنه أو يقيسوا هالشيء على نفسهم هني كلهم سوا إذا ابنه راح يا هل ترى بيطالب بحقه أنا بطالب بحق ابني شكرا لك بتعويض لأبني لهالدولة المحترمة أكثر من هيك ويمكن عديد ربيع سعر نحن حكينا عنها كثير واهتمينا فيها ولحقنا على المستشفى فيها وجبنا التقارير وللاسف هيدا اللي عم بيصير يعني معلش في صد غاده في بعلم القانون في مسؤوليه تقصيريه على مين التحقيق بيصير يعني هل عندما يتوفى شاب في سجن رومي بالمخدرات يعني والغريب معلش في احكام تصدر عن المحكمه العسكريه على سجناء بتعاطي المخدرات هيدا الشيء بيجوز ما بيضحك لا ما عم بقول لك لا لحظه بالتعاطي هنه بالسجن بصدر احكام مثلا بيكون شاب عد له 5-6 سنين بالسجن بيحكموا بالتعاطي وبيصدروا عليه حكم بالتعاطي لانه وقع الجرم بلا ست بالقانون كيف بيقدروا يصدروا عليه ما هن مسؤولين عنه لا 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 ما اداره السجن مسؤوله عنه كيف بده يعني اذا واحد ابنه عمره 20 سنه بالسجن هل معقوله انه يحكموا له اياه تعاطي مع لما السجين بينسجن شاب ما هن مسؤولين عنه اداره السجن مسؤوله عنه كيف هو بده يعاد النظر بكل هاي العقوبه في هي كل القوانين عقوبه السجن مش بس هيك عم عقوبه السجن بذاتها يجب ان يعاد النظر فيها لا اصلا بس بالغرب انه انا فيني ادعي على اداره السجن انه بتخلي ابني يتعاطى مخدرات في مسؤوليه بسموها المسؤوليه التقصيريه بتعمل الاداره بتتحملها ايه بس انه معلش يعني انه الشاب كمان بينحكم لهم عين يحكموا هيك باختصار لهم عين يحكموا شاب تعاطي مخدرات بقلب السجن مصر هذا الجرم وقع داخل السجن الصلاحيه المكنيه ما بقى معنا وقت انا بدي اختم الحلقه شكرا لكم شكرا لكم انا بدي اختم الحلقه وانا هيدي الحلقه بحطها بضمير كل الناس اللي هلا عم تتحرك ضمايرهم كرمال ازاء ما يحصل في كل الدول العربيه لبنان نموذج من هالدول ما نضحك على حالنا ونفكروا احسن من غيره لبنان في كثير حالات تعاسه وفقر وبؤس وظلم وما حدا بده يشوفها وكلكم ناطرين تقعدوا على الكراسي هنيئا لكم بهذه الكراسي اذا رح لا جاي الثوره جاي الثوره وتصبحوا على الف الفساد جاي ان شاء الله كل زمان وين مكان كل زمان
الفساد وقام حق الطالب لبان ضد الفساد وقام حق الطالب لبان قوم المحامي عن شعبك حامي قوي حالك رجع ما